أهلا بكم. توترات تجارية تسيطر على أجواء الأسواق العالمية. هذه التوترات ناجمة عن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على كل من الصين وكندا والمكسيك. لذلك دعونا نرى كيف تتفاعل الأسواق مع هذه المعطيات وغيرها أيضا. في الأسهم الأوروبية رأينا انخفاض هو الغالب اليوم، وذلك في ظل مخاطر تحيط بالمنطقة أو منطقة اليورو بسبب خلاف وشيك في الحكومة الفرنسية، إضافة إلى وعود ترامب بفرض جمارك مرتفعة. إذن بالمجمل نرى اللون الأحمر في الأسواق الأوروبية، يورو ستوكس ينخفض ب17 نقطة. أما في الأسواق الأسيوية فتراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات مع ارتفاع قيمة الين بسبب الطلب على الملذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، والتي أدت إلى هبوط أسهم شركات السيارات التي تركز أعمالها على التصدير. إذا نيكي عند الإغلاق على انخفاض ب18 نقطة. نتحرك الآن باتجاه أسعار الذهب التي تستفيد من التوترات التي تعيشها الأسواق، وأيضا مع تحول أنظار المستثمرين نحو بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة، على رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والذي سيصدر لاحقا اليوم. إذا الذهب على ارتفاعات تصل إلى حوالي 16 النقطة المئوية. ختام جولتنا في الأسواق العالمية مع أسعار النفط التي ترتفع أيضا بصورة طفيفة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتحول أنظار المستثمرين نحو أفاق توازن السوق قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وانعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس أيضا. إذا ارتفاعات برنت تصل في هذه اللحظات إلى 13 النقطة. وللمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي الأستاذ شريف سند، المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا سيد شريف. يعني ربما أكثر ما يربك الأسواق في هذه الأيام هو تهديدات الأخيرة من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا أيضا والمكسيك. يعني مجرد الحديث عن هذه الرسوم أربك الأسواق إلى هذه الدرجة. ماذا لو تم فرضها بالفعل؟ كيف ممكن يكون المشهد؟ طبعا دينا سؤال ممتاز، وخصوصا نحن في الفترة الحالية فترة انتقالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الواضح أن ترامب بدأ يعمل شيء اسمه ترامب إفكت على الأسواق حتى قبيل ذهابه للبيت الأبيض. طبعا احنا ما رأيناه في الفترة الماضية، يعني طبعا تحدثات ترامب بعمل تعريفة على الجمارك خاصة بالصين، طبعا هو كان أمر مستمر حتى في الولاية الأولى بالنسبة لترامب. رأينا الحرب الاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللي طبعا لم تؤتي بأي نتائج إيجابية على معظم الأسواق العالمية، ولكن ما نتحدث عنه اليوم دينا، وخصوصا نحن نتحدث عن انه هناك في تحالف اقتصادي ما بين الولايات المتحده كندا والمكسيك. طبعا هذا طبعا امر كان غير متوقع تماما، راينا هذا طبعا كان له تاثيرات على ارتفاع الدولار الامريكي امام البيسو المكسيكي، وايضا على الدولار على الدولار الكندي. في هناك توقعات ايضا مره اخرى دينا، نحن بنتحدث ان ترامب ما اذا اتى بوقت ان شاء الله حضوره الى البيت الابيض، هناك في توقعات قويه جدا ان الفيدرالي قد يقوم بعمليه تخفيض بالنسبه لمستويات الفوائد، ولكن ليس بنسب قويه. يعني احنا بنتحدث عن حوالي 75 نقطه اساس على خلال عام 2025 بالكامل. وبالتالي هناك في تكهنات قويه جدا ان الدولار الامريكي وما يقوم به ترامب في الوقت الحالي هو دفعه قويه للدولار الامريكي امام معظم العملات الرئيسيه. نعم، اذا نبقى في الولايات المتحده. صحيح. نتحدث عن بيانات مهمه ننتظرها اليوم، هي بيانات التضخم. شو توقعات السي بي اي؟ طبعا احنا راينا ان هناك في الى حد ما استقرار في اسعار النفط في الفتره الماضيه. طبعا كانت اسعار النفط في الفتره الماضيه كان فيها ارتفاعات الى حد ما على المستوى الشهري، وبالتالي كان دائما تكهنتنا ان مستويات الفوائد مستويات التضخم بيكون لها علاقه مباشره بتحركات اسعار النفط. يمكن مع استقرار اسعار النفط الى حد ما، احنا بنتحدث عن مستويات الانفليشن، القراءات بالنسبه لشهر اكتوبر كانت 3.3 مئوية، فاحنا بنتحدث عن نفس المستوى الى حد ما، مستويات 3.2 مئوية او استقراره على مستويات 3.3 مئوية. الامر طبعا اللي قد يدفع مره اخرى الفيدرالي دينا مع نهايه شهر ديسمبر ان احنا نتحدث عن يا اما عدم خفض فوائد على الدولار الامريكي، او حتى بحد اقصى خفضها على اساس 25 نقطه اساس. طيب ماذا ترجع اكثر، تثبيت ام خفض في المره المقبله؟ خفض بحوالي 25 نقطه اساس، وبالتالي بيكون في هناك عمليه تسهيل او انا بتحدث عن 75 نقطه اساس فقط. نعم. في خلال عام 2025. طيب بينما نحن نتحدث عن انتظار الاسواق لبيانات التضخم،
نرى ارتفاع على أسعار الذهب اليوم. صحيح. إلى أي مدى ذلك مرتبط؟ وهل في عوامل أخرى عم تدعم أسعار الذهب حاليا؟ طبعا سؤال ممتاز دينا، خصوصا إحنا بنتحدث عن مرة أخرى أسعار الذهب وعمليات الجيوسياسية، التوترات الجيوسياسية اللي إحنا بنراها في الفترة الحالية، إن كان بالسيس فاير أو توقف ضرب النار في لبنان، أو حتى وعود ترامب بوقف الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا. طبعا كل هذه التكهنات قد تضع بعض الضغوط على أسعار الذهب في الفترة الحالية، وبالتالي قد نرى انخفاضات. ولكن المشكلة الرئيسية مرة أخرى عندنا إن إحنا بنرى ارتفاع على عوائد الأذنات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هاي قد بيضع ضغوط مرة أخرى على أسعار الذهب، وطبعا عمليات التحدث عن تكميم أو تخفيض عمليات التوقعات بالنسبة لخفض الفوائد قد يضع ضغوط مناسبة أيضا أو معاكسة على أسعار الذهب في الفترة المقبلة. ناهيك طبعا عندنا إن إحنا رأينا إن في ارتفاعات الفيرتشوال أسيتس أو العملات الافتراضية، رأينا إن أيضا هناك في توجه كبير من جانب المستثمرين بعملية تنويع الملاذ الآمن إن كان في الذهب أو في العملات الافتراضية. نعم صحيح، شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف سند المحلل الاقتصادي، شكرا على هذه المعلومات.